عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. وبما أن فصل الصيف فجيت نقترح عليكم هذا العصير هذا اللي كيجي أكثر من رائع، بارد ومنعش في هذه الحرارة. اللي كنحتاجو ليه جوج ديال المكونات فقط، واحد ساشي ديال حليب بودرة أو لانيدو، وواحد الحبة متوسطة ديال الحامض أو السيترون. فكنحصلو على واحد الكمية اللي معقولة ديال العصير اللي مذاق ديالو خطير وكيبرد في هذه الحرارة هذه. فما عليكم إلا تابعوا معايا طريقة التحضير باش تحضروا حتى نتوما، لانه فعلا كيجي رائع بزاف بزاف. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. اول مرحله من هذا العصير هي اننا غادي نحضروا الحليب المكثف المحلى، اولا ممكن تستعملوه الجاهز، ولكن انا غادي نقترح عليكم الطريقه ديالي باش تحضروا، لانه فعلا سهل وكيطيح اقتصادي. اول حاجه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نحتاجوا واحد الكيس ديال الحليب غبرة او الحليب بودرة، تقريبا هو كيكون فيه كاس ديال العنبة. الا كان عندكم يعني داك الغراف الكبير عبروا بالكاس ديال العنبة. غادي نزيدوا عليه السكر حبيبات او السكر سنيدة، غنعمروا نفس الكاس اللي عبرنا به، كاس غنضيفوه حتى هو على الحليب. غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نحتاجو واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة، وغادي نحتاجو الماء غليان. غادي نديرو نصف كأس، بالنسبة للماء راه غليان. غادي نبداو نفرمطو، كنخليو الخلاط ديما من التحت، يعني كنخلطو من التحت للفوق بحال لا مايونيز تماما. صافي، بالنسبه الخليط ديالي ها هو كيفاش كيكون. في الاول راه كيكون كيبان لكم بانه يعني جاري، ولكن غادي نديروه في الثلاجه ونخليوه على الاقل واحد الساعه في الثلاجه، وراه غادي يعقد وغتشوفوا معايا القوام ديالو في الاخير. اسهل طريقه لتحضير الحليب المركز المحلى هي هذه، ما كاينش من بعد ما خليته يرتاح في الثلاجه فكيولي القوام ديالو بحال هكا ثقيل. هنايا راه استعملت نصف الكميه فقط، ممكن تستعملوا الكميه كامله وديروا جوج ديال الحبات ديال الحامض. فانا هنا غنستعمل غير نصف الكميه، تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه ديال الحليب المركز المحلى. غادي ناخذوا الحبه ديال الحامض اللي غنغسلوها مزيان مزيان، وغادي نحتفظوا بالقشره ديالها ونقطعوها بحال هكذا في الخلاط الكهربائي. انا هنايا كانت عندي هاد الحبه ديال الحامض في المجمد، يعني مجمده، نقطعها نخليها بالعضومه بكل شيء. غادي نضيف عليها لتر الا ربع ديال الماء، وغادي نحاولوا اننا نطحنوها غير شويه، يعني نهرمشوها وصافي باش ما يطلقوش لينا دوك العظام والقشره المروره. من بعد كنصفيوها في الصفايه اللي تكون رقيقه باش ما يدوزوش لينا العظام وكذلك القشور. غادي نعاودو نرجعو العصير ديالنا للخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نزيدو الحليب المركز المحلى. كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوه الجاهز او لا تحضروه بنفسكم كيف ما درت انا، لانه فعلا كيجي ساهل جدا. شوفوا لي القوام ديالو راه تماما بحال اللي كيتباع يعني موجود، وهذا سهل واقتصادي. وغادي نعاود نضرب الخليط مزيان هذه المره، هذه نخليوه يتطحن حتى الخمسة ديال الدقائق باش يختار ويتجانس لينا القوام ديالو. والعصير ديالي ها هو صبح موجود، عرفتو كيجي فيه واحد المذاق واعر
مختلف صراحة، انا اول مرة نجربه ولكن عجبني وغادي نعاود نحضره يعني بزاف ديال المرات. في الحلاوة راه كيجي في القياس، هنايا غندير الثلج باش نبردو العصير ديالنا، ممكن نطحنو معاه الثلج، وكما كتشوفوا راه كيجي خاطر ولذيذ بزاف. وبالنسبه للناس اللي غيقولوا راه غيجي حلو، فراه كيجي الحلاوه ديالو في القياس، يعني ما كيجيش حلو نهائيا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وكنتمنى كذلك انكم تخليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.